مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلبة الصف السابع، مرحبا بكم مرة أخرى مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Today we are going to study Module 7 Roundup Reading Part 2. Students book page 98 and workbook page 105. So let's get started. Our objective today is to revise a set of vocabulary through doing different exercises. طيب خلينا نبدأ مع السؤال الأول. Number one, write three elements, three types of food and three pieces of clothing. وطبعا السؤال ده مفتوح شوية، ممكن تختار فيه أي ثلاث أنواع كما تحب، يعني على حسب ما يطرأ لك. فلو جينا في الإيلمنتس، إيلمنتس من اللي هي السيكنسز أو ديزيزز، يعني الأمراض أو الأسقام، عافانا الله وإياكم. ممكن نكتب مثلا هيدك، إيريك، سور ثروت، وبإمكانك أنك تكتب حاجة تانية غير كده، ما فيش مشكلة خالص. في نمبر 2، write three types of food، ثلاث أنواع طعام. فممكن نكتب مثلا meat, salad and spaghetti. طيب number 3 pieces of clothing، ثلاث قطع من اللبس. فكمثال ممكن نكتب عندنا كلمة shirt و jacket و ثوب. طبعا زي ما قلت ان السؤال هنا مفتوح، فبإمكانك تجاوب بشكل مختلف تماما ومع ذلك تكون إجابتك صحيحة. Now let's have another look at this vocabulary before revising or before attempting the next question. عندنا adjectives و nouns و verbs. مثلا كلمة useful، useful كadjective معناها مفيد. عندنا كلمة harmful، harmful معناها ضار أو مضر. كلمة trouble النون معناها مشكلة. pair معناها ثنائي أو زوج. كلمة customer معناها زبون أو عميل. كلمة feel down كverb معناها يشعر بإحباط أو يشعر بحزن. كلمة fight يعني يقاتل كverb. وكلمة charity كنون بتجي معنا مؤسسة خيرية. وبعد ما ألقينا نظر على الكلمات، خلونا نبدأ في التمرين الثاني. فنشوف number one. Our class is raising money for local. الفصل بتاعنا بيجمع أموال لإيه شباب؟ لـlocal charities. Charities اللي هي المنظمات الخيرية المحلية. طيب number two. Thank you for your advice. It was very. بما إنه بيشكروا على هذه النصيحة فهي كانت أكيد مفيدة. It was very useful. Number three. Throwing rubbish in the streets is to the environment. طبعا إلقاء القمامة في الشوارع أكيد هو بيكون harmful to the environment، يعني مضر بالبيئة. Number four. My brother and I hang out together a lot. يعني أنا وأخي بنخرج سويا كثيرا. But sometimes we fight. ولكن أحيانا زي أي بشر بنتشاجر سويا. Five, I didn't do my homework and now I am in. لم يقم بعمل الواجب ولذا أصبح في إيه؟ في مشكلة. I am in trouble. Number six, most of this shop are teenagers. معظم الزبائن الذين أتون إلى هذا المحل من المراهقون. فهتكون الإجابة هي customers، يعني الزبائن أو العملاء. Number seven, I because my friend isn't talking to me. صديقي لا يتحدث معي ولذا I feel down، يعني أشعر بحزن. وأخيرا number eight, I need a of gloves for my trip to Canada. طبعا هتبقى I need a pair of gloves for my trip to Canada. وبكذا طلاب الأعزاء نكون وصلنا لنهاية هذه الحصة
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. حتى نلتقي مرة أخرى مع درس جديد، إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.